في هذه المساحات الضيقة دارت المعارك قبل عامين، وهنا فارق كثيرون حياتهم وهم يبحثون عن النجاة. يعمل أهالي عدن على تجاوز أثار الحرب التي ما تزال واضحة أمامهم وتحملها المباني والممرات. المباراة التي أقيمت في صيرا ضمن بطولة الحارات للكرة الطائرة إحدى هذه المحاولات، وقد تعمد القائمون عليها اختيار الأنقاذ لتكون شاهدا جديدا على الحرمان التي مرت به المدينة خلال السنوات الأخيرة، وكي تكون شاهدا أيضا على رغبة السكان في تجاوز المحنة التي عايشوها، ودليلا على إرادة اللاعبين الذين تربطهم صلة القرابة بعدد كبير من الضحايا الذين سقطوا في هذه الأرض الصلبة. وتتنافس ثمان فرق في البطولة التي تواكب احتفالات ثورة 14 أكتوبر، ورغم قلة الإمكانات وانشغال الأهالي بتوفير ضرورات الحياة، إلا أنهم حرصوا على متابعة هذا الحدث الرياضي المهم.